طحت شتا، حيدت الورد كله طاح. حبه بعد نسكني الله كتنور، ولكن واخا كيطيح الورد باقي كينوضو لي بورجو. صباح النور، صباح الورود، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. هذا اللي كنت وريتكم في الاول ما خلانيش راجلي نقطعها، هي حتى دبالت هنا، قلت له نقطعها ما حدا زوينه، مي ها الاخرين ديالها تيرجعوا تيت خرجوا. البارح قطع الورود هنايا الحمرين، راه مدخلهم دخلهم للصالون، عندهم واحد اللون من الشكل الاخر، عندهم واحد اللون زوين كيشبه للسواد، كي ما بين البيض وما بين الابيض الله يلاه فايقه ما بين الاحمر، كيكون فيه شويه الكحوليه. هنايا جيت باش نقطع شويه الازير، جيت لهنا عاود نقطع ازير باش نديرو في الركبه ديالي، عندي شويه ديال واحد المشكل في الركبه، دايره فيها عمليه جراحيه فيها الحديد وي ونديرو فوق الركبه ديالي بحال الانستيزي كيسكت ليا الالم. بنتي قالت ليا واش وريتو من اللوبيا؟ هذا بنتي ماشي اللوبيا، جيت شوفي هذا راه اللوبيا، هذا اللوبيا الفوله بنتي. الفوله وريتو قبيله، وهذا واحد اخر ناضي، راني خديت المقص باش نقطع ازير. قالت لي ماما طافي اللوبيا، انا ماشي اللوبيا بنتي الفوله، غادي نقطع شويه ديال الفول نديرو به واحد الطاجين ان شاء الله. هاد العام غادي نعصروا الزيتون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. راه شوف هذا ديالو كله الزيتون هذا ان شاء الله. شحال زوين تنوضي الصبح وتلقاي الطبيعه، منظر ديال الطبيعه ما شاء الله تشرح الصدر. غير واحد النبته كانت صغيره في الارض وشوف فين وصلت تبارك الله، هي راه غير نبته وصافي كتعطي اللون الاخضر للشجر الزردة. إذا نصبح عليكم بعد بقعة الورود، أنا غادي نقطعها لأن غطي الشتا، وخا كيبقى المنظر زوين للزردة، ولكن مع الجو اليوم اليوم شتوي راه ما غاديش يبقاو هاد الوردات هادو، غادي ياكلوا العصر. أنا بحال هاد الوردة، هاني قطعت أزير شوية باش نديرو على الركبات ديالي، بحال هاني شاركت معكم في الفيديو السابق باش نديرو على الركبات ديالي، خديت شوية. وهذه هي ما شاء الله قداش كبرات، ضروري تقطع لان غادي تجي الشتا تلوحها. هذا النعناع العبدي غنقطع منه دابا باش ندير به واحد برير الداتاي ما شهيتكم، وغنديرو مع النعناع اللي عندي في الدار رائحه. هذا دايرينو غير في هكا ما شاء الله. هذا العام عن الجرده كاين في كاين واحد البخوش ما تيخليش النبات يكون مزيان، الو ديكو واخا دار ليها يلاه دار ليه الدواء الراجلي باش ما يبقاش هذا الشيء بحال هكا اللي كتشوفوا، شتي كيبقى يمرضوا هادو. اي حاجه درتيها تيطلع في الشجر في الورد في كل شيء كياكل منه، ديكو خاص ضروري الدواء. المهم انا غنقطع هادو، اسمي يمكن ليش كنت باغي نوريكم كيفاش كنقطع. ساعه شاده يد فيها البورطابل يد خصني نقطع بها، خديت شويه هكا هاد العروشه. شنو قلت لكم؟ هما الوردات فنين ما شاء الله، فيهم الوان زاهيه، ولكن هذا المشكل هذا راه هو اللي كاين واحد الخوش تيكون صغير، هو اللي تيكون في الارض وكيطلع مع الوراق او مع الغصان، هو اللي كيجعل هذه الكحوليه هذه، هذا كله خصو يداوى شي. هذا هو المشكل، كيكون هكا مره كيجي هكا في الجرادي، وسورتو الا كان النبات عند الجيران اللي عندهم حتى هما الجرده بحالي. كما قلت لكم جيت نكمل وقطعت راسي قطعت، كما قلت لكم الا كانوا الجيران عندهم حتى هما حيت عندهم جرده شي حدا شي، الا كان عندهم هكا النبات ديالهم ولا الورد ولا شي حاجه فيه مريض وما داواوش، يعني حتى حنايا كانت عاده واحد بيناتنا الجنب هكا كيمشي في الارض كيولي كيزرع تيسرح كيولي حتى حنايا كيمرض لينا هكا، مع مول ما كانش عندنا هادشي بتاتا. هاي راه حتى هي مسكينه كتخرج لي بوجون، مي مالوغوزمون الورق ديالها مرض. باش قلت لكم الالوان زاهيه في الورود ما شاء الله. مع راجل اللي زرع هنا الفول، راه اليوم غادي ندير له راس التحنين، اليوم غندير له طاجين ديال الفول. قال لي غير تبغيت طيبي الفول عاد نجبدو لك من الجرده باش ما يخسرش، وما شاء الله هادشي كل ما جاب الله ما تقعش الفول ما تقعش شويه كمان
الشروالق كيفاش كيمرضوا راه دار لهم الدواء، ولا كاينين لهم لونغري وكلشي راه كتبان ليكم ما شاء الله. خلاتها بنتي قالت لي ماما اللوبيا نقعد الفول. شتي الورد اللي كيما قلت لكم هذا زعما الوراق الانصان شتي كيمرضو شوف الله الوردة كتخرج صحيحة. حتى هذا ما عرفت اشنو هاد النبتة اللي دار الراجل هنا غتكون وردة واقيلة ولا المهم كنشوف البوغجة. هادو مساكن كانوا زوينين غير هادي واحد 3 من 4 ايام شوف مع الشتا طاحت ايوا والفول ما شاء الله. اللي بغى يجي يجني الفول ها حرا يدير لنا طويجين والله العظيم خصو يجي يحيدو قبل ما تقيسو داك شتي ها هو ها هو الا كتبان ليكم واحد لا بتتبات ها هي هربات دايره بحال النمل هو كيكون صغير راه هو اللي كياكل هاد الوراق ها هما راه هما اللي كياكلو هادشي شتي هما اللي كياكلو هاكا شوف اللي كيخليو الورق شوف اللي كيخليو الورقه فريمون مرضات مسكينه الجرده. تامر ان شاء الله شوفوا ما باش قلت لكم كيتعادى وغادي زعما نعطيها لكم كفكره. الجيران ديالنا هادو راه الجيران بيناتنا هاد سميتو شوف كي داير ديالهم هادشي هاد الاوراق ديالهم الغصان وكلشي ما داووهمش كيف حنايا تعادى راه بحال البشر سبحان الله. سي دوماج خصو خصنا نقولوها ليه نقولو له ديال الدواء ولا شي حاجه لان راه حنايا الجرده ديالنا تكرفصات. والمهم نفلتو بهاد الفويلات ولا بلاش نديرو بهم واحد الطويجين ديال الجردة صافي بليزير. فوالا صباحكم مبروك.